هناخد البطوله دي او المنافسه دي ودوره العاب البحر المتوسط علشان نبني لباريس 2024. هنطلع منها او لو بدينا بخبرتك كده خلاص، هو فاضل حاجه يعني ايام بسيطه جدا، بخبرتك احنا ايه المشاكل اللي واجهتنا في هذه الدوره علشان نقدر نقول ان احنا يعني نحلها قبل بقى باريس 2024، عشان لما نيجي وقتها ما نقولش اصل احنا كان عندنا مشكله ما، اصل احنا كنا بنعاني من كذا. لا خلاص احنا عرفنا اللي بنعاني منه وهنعالجه عشان نروح ما يبقاش عندنا اي مشكله تمنعنا ان احنا نحصد اعلى ما يمكن كمان يعني ميداليات في تاريخ مصر كلها ومشاركتها في الاولمبيات. اصل ايه اللي يمنع؟ بالظبط، يعني زي ما قلت دوره الالعاب البحر المتوسط تخلينا كده نشوف درس مستفاد احنا في كل لعبه احنا فين. كويس. لازم بالاحتكاك يعني عشان خاطر نستعد صح. هو اصلا اي اعداد للاولمبيات لازم يبدا من الاولمبيات اللي قبلها، مجرد ما الاولمبيات يعني مجرد ما كانت طوكيو خلصت المفروض الاعداد بيبدا لباريس على طول وراها على طول، ما بستناش دوره العاب البحر المتوسط او بطوله عالم، لان هي كمان الفتره يعني حظنا ان باريس الفرق بينها وبين طوكيو قليل عشان طبعا تاجيل طوكيو لمده عام. فالوقت قليل جدا. بشوف ان اهم حاجه الاحتكاك، يعني لازم اللاعب ما يقتصرش فكره ان هو يشارك في بطوله افريقيا، يشارك في دوره العاب البحر المتوسط، لازم يخوض معسكرات بره، يشوف اللاعبين اللي هم بره ابطال العالم والاولمبياد، الابطال الاولمبيين دول يتنافس معاهم، يشوف مستواهم وصل لفين عشان خاطر نعرف احنا فين. يعني معسكرات اول حاجه خارجيه، دي اكيد هتحتاج من الاتحادات المختلفه طبعًا مبالغ ماليه مختلفه. طبعا. طيب هل ده متوفر ولا في مشاكل برضو عشان الناس تبقى عارفه؟ والله هو مؤخرا بصراحه الدوله مش متاخره خالص، يعني دعم للاتحادات مادي معنوي، بنشوف يعني المسؤولين عن الرياضه بيهتموا جدا ان هو يدعموا اللاعبين بتوعنا في الالعاب الفرديه، ده يمكن ما كانش موجود في سنين فاتت، يعني اعتقد ما كانش فيه الاهتمام قوي اللي هو المادي والمعنوي دوت للابطال الالعاب الفرديه. كان لازم ده يحصل وبسرعه عشان في فتره من الفترات كان عندنا مشكله، حتى بصي بصي عنوانها ايه، التجنيس. بكل ما فيها من يعني حاجه تزعل يعني، فاهمه ازاي؟ فما نخليش ابطالنا يلجأوا للامر زي ده، احنا اولى. لازم طبعا ان احنا نحافظ على ابطالنا، يعني عندنا ابطال عندهم مشاكل كثيره جدا في العاب فرديه، يعني يمكن الازمه اللي حصلت مؤخرا بتاعه بطلنا في السكواش محمد الشوربجي فجرت ازمه او مش فجرت ازمه، يعني اللي هي خلت فتحت عينينا كده زي ما بنقول هو ايه المشاكل اللي عند الابطال الفرديه. وان كانت مش الاولى، مش الاولى خالص، بس هو محمد الشوربجي عشان بطل عالم ومصنف رقم واحد سابقا، فهو الناس ركزت قوي، خصوصا ان احنا سكواش احنا متالقين فيه جدا يعني سواء على مستوى الرجال او السيدات. فهي زي ما بتقول الازمه فتحت عينينا كده، طب انت بتعاني من ايه؟ طب انت محتاج يعني كان في ازمه كمان تحديدا اللاعب دايما بيطلب الرعايه الطبيه اكتر حاجه. اوكي انت جايب لي مدرب وجايب لي معد بدني وجايب لي، بس فين الرعايه الطبيه لو حصل لي اصابه او حصل لي حاجه اصابه مثلا طويله المدى، مين هيعالجني؟ مين هيصرف عليا؟ مين هيتابع معايا التاهيل؟ برضو على ذكر الازمات يا استاذه دينا، يعني مثلا حاجه زي اقاله المدير الفني لمنتخب الطايره قبل المشاركه بساعات تقريبا، اكيد كان ليها تاثير سلبي انعكس في سوء النتائج اللي احنا حضرنها. يعني هي كانت مفاجاه كبيره، كانت مفاجاه كبيره جدا، ان هو كان مدرب هولندي جيدو فورمالين، المفروض ان هو كان خلاص مسافر مع البعثه، فجاه وصلنا يعني خبر من اتحاد الطيران ان هو المدرب مش مسافر مع البعثه. طب ليه يا جماعه؟ لا اصل حصل ان اللجنه الاولمبيه قالت ان هو مدرب تاريخه مع مصر مش احسن حاجه في النتائج، فبالتالي لا هو ما يسافرش. طب ليه القرار؟ يعني انا حتى سالتهم في الاتحاد، طب ليه قبل دوره الالعاب بثلاث او اربع ايام؟ الرد كان ايه بقى؟ الرد لا، ده هو كان الكلام من وزاره الرياضه، كانت زي توصيه كده من وزاره الرياضه من شهر خمسة، بس القرار كان جه من اللجنه الاولمبيه ان هو يعني الخطاب ان هو الخطاب يوم 18/6 ان هو لا ما يسافرش، يعني خطاب اللجنه. يعني هي كانت توصيه من الوزاره ان هو ما يسافرش، ايه التوصيه دي؟ غريبه شويه. هو في الوزاره بيبقى فيه زي لجنه فنيه. طب والبديل مين؟ ما انا لما اوصي ان هو ما يكملش مين بديل؟ عشان ما فيش بقى، ما لحقناش ان احنا يعني احنا نوصي ان هو يمشي ومش مهم بقى مين بديل والفريق مع نفسه. هم حاليا غريبه دي شويه ولا بتهيألي؟ لا طبعا هو موقف غريب، كان غريب القرار، يعني لو كان اتاخد بدري عن كده الموضوع ما كانش هيبقى غريب بالنسبه له، لان هو فعلا المدرب في فتره سابقه مع المنتخب الطايره ما حققش حاجه. وعايز اقول برضو ان احنا منتخب الطايره احنا بعاد كتير قوي عن المنافسه، غير اليد، غير اليد خالص، اليد احنا بنروح بنناطح ابطال العالم والدنمارك وفرنسا، يعني بننافس بقوه. الطايره احنا الدوره اللي فاتت بتاعت الاولمبياد ما تاهلناش ليه، بطوله افريقيا اللي كانت الصيف اللي فات حققنا مركز ثالث. بطوله ايه تاني؟ يعني بطوله العالم الاخيره. الطايره سافر بدون
مدير فني. هو المدرب العام كابتن حسن الحصري هو اتصعد ان هو يبقى قائم باعمال يعني بالظبط كده. بس معلوماتنا ان هو المفروض ان في مدير فني اجنبي هيقود المنتخب، لان احنا عندنا بطوله عالم للطايره الشهر الجاي في اغسطس وسبتمبر هتتعمل في بولندا وسلوفينيا، فلازم هيبقى في مدير فني اجنبي، مش هيتم الاعتماد على مدرب مصري.